ولا الضالين آمين. ألف مبروك يا أولاد. ربنا يبارك فيك يا عم جميل. آمين. إيه؟ هتتجوز إمتى؟ ولا السؤال ده ماليش حق أتكلم فيه؟ لا ليك فيه، اسأل براحتك يا علي. إن شاء الله يا عم علي شهرين والشقة تبقى زي الفل. تنزل العروسة تجيب أوضة نومها زي ما هي عايزة. كده كده على السوخ؟ وأنت موافقة يا أختي باللي بيقوله ده؟ أنت بتسأليها؟ تلاقيها هي اللي عايزة كده أساساً. وماله؟ خير البر عاجله. واحنا عايزين ايه غير سعادتهم وهناهم؟ وانا حاجه مطبخي كلها جاهزه زي ما قلت لك يا الحسن، وانا هجيب نص نقل ونشيل كل حاجه مره واحده، بس نخلص بعد الشقه. مش هتزغرتي يا فتون؟ لا 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 راح فين بس يا راشد؟ عشان بلبع لك شريتين احمر وازرق. الله يخرب بيتك، احمد ربنا يا جدع ان انت لسه واقف على رجلك. بس اطلع ورك يا راح فين بس يا راشد؟ على وسخه ايه يا انت بتعمل ايه هنا؟ يلا يا عم راشد، يلا يا عم من هنا لعورك انت تقف تحب هنا. يلا الحاره وسخه صحيح. بص جوه يا بص جوه. يا مساء فوكس صاحبي الكبير. ازيك يا علي؟ سيد المعلمين. اتفضل. 7000 جنيه، عايز كرتونه اصرفها والباقي عندي. الباقي سبع يا علي؟ كتير. حبيبك عليس يا معلم، تقول له لا؟ ماشي. زلطه عمر يا معلم، تعالى هات كرتونه سبعات من اللي جوه. ماشي يا معلم. تشكر يا معلم. ارفع الغطا اللي على القعده وخد وجبك. يدوم كيفك يا معلم. تشكر. الدنيا لبش بره يا علي، اقعد لما الدنيا تضل. لبش ايه ده يا علي روي؟ سلام يا روي. سلام يا علي. ايه ده؟ انت جايب ايه؟ شوكولاتة. لا عسل. ايه؟ دوختك. ده الشغل يا حبيبتي. حشيش. طب ما انا قلت لك شوكولاتة. نقطع منه نبيعه نشرب منه وننبسط.
بس ده كتير. هنبيعه لمين؟ فين؟ ما تخافيش، ما فيش اكتر من حشاشين في البلد. زي ما انت. ايه يا ابني ده كله؟ مش لما التاجر تتاجر على قدك هتقوم. لو سمحت مكتب وكيل النيابه من هنا قدام على الشمال. يلا اخويا منك ليه؟ استنى انا. يلا اخويا انا لسه الكلام شد يا فدون. ايوه يا اختي ايوه. وداك ازاي يا فدون؟ الله يلعن اليوم اللي عرفناك فيه. ما تخافيش، انا قلت الحاجات دي كلها بتاعتي. اختك طالعه. راشد فين؟ ما بيردش على تليفونه من الصبح. تلاقيه عارف اللي حصل لك فقال لك اخلع. اخلع؟ كلبشات يا فتون. يا لهوي يا فتون يا لهوي. استنيني يا اختي. استناكي يا اختي. اروح فين؟ اوعى تمشي. يا عسل. ايه؟ الحقني يا راشد، فتون وعلي في النيابة. ايه؟ شفت اللي حصل يا معلم؟ شفت يا اخوي. علي راح بيقول للحكومه ساعه ما اتمسك ان البضاعه خارجه من عندي. امال ايه الحكومه جت لي ليه؟ هو التليفون اللي جالنا خلاها ننظف المطرح، كنا زماننا اتلطينا. ماشي. ده راشد يا معلم. ماله شهر؟ افتح يا فوكس. حاضر يا معلم. بص يا زلط حاضر. يا ابو هناء، يا ابو هناء، بتسلم علي يا ابو هناء؟ ما حصلش. اهدى كده وافهم الاول. اقعد يا راشد. علي اتقبض على ايه؟ نصيبه كده. الله، ابن عمك قال للحكومه ان البضاعه خارجه من عندي، يبقى انا اللي ليا حق يا راشد. حق ايه؟ انا جاي لك في مصاريف ومحامي، مش ده الراجل بتاعك. مصاريف ومحامي ايه؟ لا لا لا، ده كلام فارغ. ابن عمك باعني، اشتريها انا؟ الشغلانه بتاعتنا دي يا راشد محتاجه راجل. وابن عمك طلع عجله.